والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد عن الفاصوليا المتسلقة إن شاء الله تبارك الله. ما تشاهدون أماش اللي فوق، شوفوا ما تشاهدين الحبول هذا هو الفاصوليا. هذا حمودي حمودي
بين هذا ويطلعين. ما شاء الله بدأ يطلعنا الخيط طوب ما شاهدنا. ما شاء الله مصاصر المسلقة فاصوليا ما شاء الله تبارك الله. كما تشاهدوا ما شاء الله تبارك الله هذا المنظر روعة جدا. ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل الطاهري. ما شاء الله تبارك الله. اللهم زيد بارك. كما تشاهدون رسول المسلغة ما شاء الله. اللهم زيد بارك. أرويكم هنا شوفوا هذاك الأبيض والأسود ما شاء الله تبارك الله. اللهم زيد بارك. اللهم زيد بارك من فضلك يا رب. ما شاء الله والله منظر روعة جدا كما تشاهدون. الله ما شاء الله ما شاء الله. لا 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 هاي حمودي ياي. ما شاء الله تبارك الله كما تشاهدون. هذا الإنتاج ذهب السنة.
أحضها هناك كما تشاهدون. مودي مودي هاي بعد ما تحطوا لايك واشتركوا بالقناة يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.